السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خطف اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميدان ميلان الإيطالي الأضواء بعدما شرع في أداء فريضة الحج رفقة اللاعب الفرنسي نغولو كانتي. ويغيب إسماعيل بن ناصر عن ميلان منذ منتصف مايو الماضي بعدما تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة. ولن يعود اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر إلى النادي الإيطالي سوى في منتصف شهر نوفمبر المقبل على أقل تقدير، أي بعد بداية الموسم الجديد بنحو 3 أشهر. وعلى الرغم من تلك الإصابة فإن إسماعيل بن ناصر حرص على التوجه إلى الأراضي السعودية من أجل أداء فريضة الحج، وذلك رفقة الفرنسي نغولو كانتي المنتقل حديثا إلى صفوف نادي الاتحاد السعودي. ويذكر أيضا أن ياسين إبراهيم متواجد رفقة نغولو كانتي وإسماعيل بن ناصر لأداء فريضة الحج. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يصلكم كل جديد.